عادتنا دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق له. تناول اللقاء تطورات الجهود المكثفه الراميه للتوصل لوقف لاطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الاغاثيه اللازمه لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من أجل استعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر. أشار الدكتور مدبولي إلى الجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية من أجل توطين مختلف الصناعات اللي هتحقق قيمة مضافة بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وركز اللقاء على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، ومؤكداً أهمية الدور المحوري اللي بتقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على هذا الصعيد. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إريك ترابييه رئيس شركة داسو الفرنسية والوفد المرافق له بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وجرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات. وأكد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لاستعراض المبادرة المقترحة من قبل شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية مصممة من قبل شركة شنايدر إلكتريك. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الكورية الجنوبية لبحث فرص التعاون الممكنة مع الشركة خلال الفترة المقبلة. خلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات لشركة سامسونج إلكترونيكس في مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ما تمنح الحكومة المصرية من حوافز استثمارية بتشجع على إقامة صناعات محلية يمكنها أيضا الاستفادة من فرص وحوافز التصدير من مصر للأسواق المستهدفة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث عدد من الموضوعات اللي بتتعلق بأنشطة التنمية العمرانية. خلال الاجتماع تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، فضلاً عن عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية تعظيماً من قيمة هذه الأراضي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر، وأشار مدبولي للجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات اللي بتحقق قيمة مضافة بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة. وكلف رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً بما يسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كيت فوربس الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، حيث بدأت أول جولة ليها في منطقة الشرق الأوسط بعد توليها منصبها استهلتها بزيارة مصر في إطار تنسيق جهود الدعم الإنساني لمتضرري الحرب في غزة من المدنيين. وثمن رئيس الوزراء جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتضرر مجموعة من التماثيل الأثرية بمنطقة آثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة، وشددت على أن منطقة آثار سقارة وجميع مقتنياتها من التماثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار على الإطلاق. وأشارت إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقاً لإجراءات محددة يتم فيها مراعاة كافة معايير الأمان والسلامة بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة لمحافظة شمال سيناء، وده للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين. تضمنت الزيارة أيضاً تفقد معبر رفح البري، وتابع أعضاء التمثيل العسكري حركة المساعدات عبر المعبر، وأيضاً الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية داخل الأراضي المصرية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الإسماعيلية تم إغلاق مزلقان عبد الحكيم عامر بشكل كامل من أجل إجراء أعمال الصيانة. أما في محافظة البحر الأحمر فقد استقبل مطار مرسى علم الدولي 23 رحلة طيران قادمة من الدول الأوروبية. أما في سوهاج فتم إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال بالتأمين الصحي خلال يومين، وفي الشرقية بيتم تنفيذ أعمال رصف طريق أبو حماد بحطيط بتكلفة 24 مليون جنيه. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسماعيلية أغلقت الهيئة العامة للسكك الحديدية مزلقان عبد الحكيم عامر بنطاق حي تاني بشكل كامل بسبب أعمال الصيانة اللي بتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم السبت 10 فبراير الجاري، في إطار جهود الدولة لتطوير عدد من المزلقانات على مستوى الجمهورية والصيانة الدورية لها. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 23 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة، وبتعمل السلطات المختصة بالمطار على تسهيل الإجراءات للوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في الغربية أعلنت مديرية التربية والتعليم إن تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول هتبدأ غداً الخميس وتستمر لمدة 15 يوم، وبيتم توزيع التظلمات على المقر 10 بكل إدارة تعليمية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين ولتحقيق سرعة الإنجاز ومنعاً للتزاحم. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية العلا بمنطقة برج العرب بالإسكندرية واللي بتبعد 15 كيلومتر عن أقرب مستشفى مركزي. ضمت القافلة 9 تخصصات طبية وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين ليهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة. في الأقصر حلقت 50 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 1570 سائح من حول العالم، وبتشهد حركة رحلات البالون الطائر بالبر الغربي في محافظة الأقصر حالة من الرواج السياحي المميزة والإقبال من كافة الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بدفء الشتاء في هذه الفترة. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. في الشرقية بتشهد المحافظة أعمال الرصف والتطوير لطريق أبو حماد المسيد الحلمية بحطيط بمركز أبو حماد بطول 11.5 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، واللي بيمثل محور مروري جديد بيربط بين مدينتي أبو حماد وبلبيس وبيساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد على المسافرين. في بني سويف شهدت المحافظة توقيع الكشف الطبي على 63 ألف مريض وإجراء 12220 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان.